تعدي على الأشخاص والممتلكات إلى سبل التصدي لجريمة نهب وتهريب الثروة الوطنية على غرار المرجان. حرية حراث حققت في الموضوع. هذه الصور التقطت مؤخرا تظهر العمق البحري لسواحل القالة عن نابة وسكيكدا، وقد خلا أو يكاد من الشعب المرجانية. نشاط المرجان، سيد المرجان راح تم توقيفه يعني بمرسوم تنفيذي، وهو يعني ما كانش نشاط رسمي الآن. خلال العشرية الماضية تم حجز أكثر من طن من المرجان المهرب وتقديم 127 شخص للمحاكمة. إن مصالحنا عازمة على اجتثاث هذه الظاهرة لما لها من سلبيات على الوسط البحري وعلى الاقتصاد الوطني. عصابات تهريب المرجان تستغل الشباب العاطل عن العمل في القالة ومناطق أخرى لاستخدامهم في هذا النشاط. القالة كاين البحر 80% لا بوبيلاسيون كالواز عايشة من البحر، كي يحبس البحر الدنيا كل حابسة. اما كان حتى مستثمر اللي عامل انفستيسمون لهنا باه يلم الفئه. احنا رانا عايشين منها كوراي، كنا عايشين منها كلها اختي. احنا منا كما قال ما كان حتى حاجه تخدم ملاحه لوزينه ولا يعني حاجه مدخول ما كانش مدخول. خلاص المرجان المهرب ينتقل بعدها الى الخارج للتحويل. اشكون اللي يستفاد في الخساره تاع الجزائريين؟ هما الطليان يخدموا ولادهم ويستفادوا ما يسمى بالفرنساوية لا بلو فالو تاع المرجان. ولا كان المرجان حنا يخرج من عندنا مليون كيلو، هما يخدموا يكونوا ولادهم وبناتهم ومن بعد عندهم زيادة ويزيدوا الشهرة ويزيدوا يتعلموا التكنولوجيا يحسنوها. تشير بعض المصادر أن عائدات تحويل المرجان في إيطاليا تقدر ب 3 ملايير ونصف مليار دولار في السنة. بالرغم من تزايد كمية المرجان التي يتم ضبطها، تتواصل عمليات التهريب لتشكل تهديدا حقيقيا للتوازن البيولوجي البحري لمنطقة القالة ومناطق أخرى، بدليل تراجع كبير في أعداد الأسماك.